مشاهدي قناة دار، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم التفاعلي والمباشر، الفقرة الرسمية للقناة. في هذه الحلقة كحضر معي واحد ضيف خاص ومتميز، مجيد سعيدي، الفنان ابن مدينة الدار البيضاء، وبالضبط مدينة في منطقة درب السلطان. والكل يعرف هذا الحي اللي خرج منه رياضيين وفنانين وسياسيين واللي بدعوا في مختلف المجالات. مجيد سعيدي واحد من بين المواهب الفنية والمغربية اللي بدا المسار ديالو خاصة بالإنتاجات الأجنبية، وكان أول ظهور ديالو على قناة كانال بلس في سلسلة البيرو دي ليجوند، هذا الشيء كان في 2015. وبعد تولت المشاركات، يعني كان ظهور أول إنتاج مغربي مع الفنان الرائع حسن الفد في سلسلة كبور والحبيب، الإخراج ديال أحمد إكتاريس. ما نطولوش عليكم كثير، مازال غادي نتعرفوا ونزيدوا ونتعمقوا مع الفنان ديالنا الشاب والموهوب مجيد سعيدي. نخليكم نرحبوا به. أهلا ومرحبا بك مجيد. أهلا وسهلا الأخ رشيد، وأهلا بالناس اللي كيتابعونا والمشاهدين الكرام. صافا لاباس عليك، كلشي مزيان؟ الله يحفظك. كي غادي مع الكونفينمون بعدا؟ صافا الحمد لله، ونفي افيك وما بقى والو ان شاء الله بحول الله، وترجع الامور بخير وعلى خير. غنصبروا واحد شويه. وشكرا اخي رشيد باسكو تحت لي الفرصه باش نعاود نتواصل معكم عن طريق المنبر ديالك اخويا. شكرا بزاف، وكنحييك اولا على مهنيتك ومرحبا بي عندك. مرحبا بك في قناة الدار، ومرحبا بالمشاهدين والمتابعين، ومرحبا أيضا بالأسئلة ديالهم والتعليقات ديالهم اللي غادي يكون مجيد مساعد بطبيعة الحال انه يتواصل ويجاوب عليها. في البداية الأخ مجيد، أول سؤال، كيفاش كان يعني أول ظهور ديالك؟ أنك اختاريتي أو لجأت بالصدفة؟ أنا الظهور في 2015 يبدأ بالإنتاجات الأجنبية. لا، ماشي، ما كاينش شي حاجه. هي شوف، هي مساله الحظ كتلعب دوره في الحياه بصفه عامه، ولكن لما جات الصدفه باسكو هو كان اختيار. كيف الكلام جميع، ان البدايه ديالي كانت بمسرح، يعني دس لي زيتاب اللي كيدير منها اي واحد باغي يوصل لواحد لوبجيكتيف هو راسمه في حياته. ولان لوبجيكتيف ديالي من 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 تقريبا من المراهقه ديالي كان هو التوجه الفني. دونك بديت مسرح، كونسيرفاتوار دور الشباب، فرق مسرحيه، مسرح الهوات، مسرح الجامعي. دونك ان سيغتان مومون بديت كنفكر سيكو فوالا خصني نرجع عشان السينما. مشيت كنقلب كيف كنقولوا حنايا لي سورس لي زاجونس كاستينغ، الناس اللي كيديروا الكاستينغ و تو. و تلاقيت السيد هو الصديق ديالي وعرض عليا انني ندوز كاسينغ في سلسله فرنسيه اللي هي لو فيغ دو ليجوند. ديك الساعه اللي هي كانت واصل لا سيزون 2 اللي حيت سامرات السيد الاجزاء، عرض عليا ندوز كاسينغ في واحد الدور اللي هو واحد الشاب تركي انجينيور وكيخدم في لا تيليكومونيكاسيون اي تو، كيصوب لي توكي والكي وداكشي بور لي تيروريست وداكشي. جي باسي لي كاسينغ، نقتنع المخرج، وكانت هذيك هي البدايه. هذه اول زعما هي الاكسبيريونس اللي كنقول عليها الاكسبيريونس الاولى كيف كنقولوا، ميم سي كان عندي واحد الباساج اللي هو صغير في ان تي فيلم ماروكان اللي هو 360 ديال اخراج امين مونا. ولكن في البدايه يعني قبل ما نوصلوا لاول الانتاجات بشكل احترافي، كيفاش دخلتي للعالم ديال الفن والمسرح والتمثيل؟ شنو اللي خلاك انك تخليه؟ يعني واش في الثانويه، في خلال الدراسه ديالك، شنو اللي خلاك ودفعك انك تكتشف الموهبه ديالك؟ ايفيكتيفمون في الاول عرفت راسي، ماشي كيف كنقولوا حنايا اكتشفت راسي، يعني كانوا انشطه في المدرسه وداك الشيء، ولكن امتى اكتشفت راسي؟ في الليسي. في الليسي كانت تحلات واحد لاتولي ديال المسرح اللي كانوا من حسن حظي انا، وكنقول لهم شكرا من هذا المنبر اللي هو الاستاذ ربيع بن شحيل والاستاذ امين ناسور. تحلات اتولي في الليسي اللي كنقرا فيها، وكانوا غير اونكادريوها دراري ديك الساعه لوغيا ديال لي زاداك اللي هما كانوا كيقراو في الليسي اللي كنت كنقرا فيها انا. حلو لاتولي،
بداو كي حتى هما كيديروا لي كاستينغ، وكان ديك الساعه كنعقل مزيان، كان الزميل ديالي كنت كنقرا انا وياه اللي هو الفنان الممثل عمر لطفي. ودخلنا مشينا دوزنا كاستينغ، وسيكو تما بدينا كنلقاو راسنا في المسرح. الوغ من ديك اللحظه دخلتوا للعالم ديال المسرح، دخلنا العالم ديال المسرح، تقيدنا في كونسيرفاتوار، بدينا كنلعبوا مسرحيات، اسسنا فرقه مسرحيه، وبقينا غادي شويه شويه. من بعد كان طموح ديالي انني نلتحق المعهد العالي للمسرح، المعهد العالي للمسرح والتنشيط الثقافي، مي لظروف خاصه ما توفقتش، ولكن كملت سيكو اون باراليل. ظروف خاصه اللي هي ظروف عائليه، باش ما نقولش لك، باش ما نكذبش عليك، انا غنبارطاجي معاك شويه لا في بيرسون. سيكو انا ما نقولش لك يعني هذيك الوقيته جافي با لي بيزوان، جافي با زعما لي مويان باش دارنا يخلصوا عليا الكرا في الرباط، ونجلس في الرباط بوندور اربع سنين شوف. وسيرتو ان ملي كتكون في واحد الاسره محافظه، باش تقول له راه غادي، باش تقول باك ولا امك راه غنقرا المسرح، اشرح هادو انت، نقول له راه كامل يقرا المسرح، اشنو غدير بالمسرح، واش غادي يوكلك المسرح الخبز، واش كنعرفوا هاد لو ديسكور كنعرفوه. خاصة كنشوفوا فيديوهات ديال الفنانين وهذا، يعني مزعية صعيبة. سيرتو قلت لك ملي كتكون نتايا كابر في واحد العائلة اللي هي محافظة شوية، فهمتي، دونك كان صعيب عليهم، كان صعيب عليهم ولكن ما تخليتش على الحلم، ما تخليتش على الحلم. درت لافاك اون باراليل، كندير مشارك في لاتولي ديال الكليه، وكندير المسرح كونسيرفاتور اون باراليل، وبقيت غادي الحدود تجاه الله. الحدود الساعه اللي انا معك فيها دابا. واخا من بعد ما اول سلسله من وراها يعني بقيتي غادي في نفس المسار، يعني كيفاش الحكايه ديال انك بقيتي كتشارك منذ يعني تقريبا اربع سنوات وما اظن، وبقيتي كتشارك كاع لي باساج ديالك كانوا في الاعمال الاجنبيه، اشنو السبب ديال هذه المساله هذه؟ هذا السؤال كنطرحوه حتى بيني وبين راسي، حيت كنشارك في اعمال اجنبيه صافي دير با انني راه شوي كونتر ولا ما باغيش نكون في اعمال مغربيه، بالعكس سي كو الحلم ديالي انني نحقق نجاح ونوصل داكشي اللي بغيت هنا في بلادي. كنت سائل سيكو كنقول ملي كنكون جالس انا بيني وبين راسي كنقول واضح كومون سا هاد الناس اللي هما كيجيو من برا وكتبروبوز عليهم وكتجي وكدوس انت من لي زيتاب بحالك بحال الناس كيقبلوك، وفي المغرب ما كيعيط لك حتى واحد، دونك فين كاين المشكل؟ واش ما انا براسي ما عارف شنو هو المشكل، اما هي ماشي مساله انني راه انا اختاريت توجه افلام اجنبيه. هذا من ضمن الاهداف ديالي سيكو انك تكون ممثل عالمي، طموح مشروع، سواء يكون سواء يتحقق سواء ما يتحققش كيبقى طموح. الا غادي نعيش انا بلا طموح ولا بلا اوبجيكتيف ما كاينلاش نعيش. مساله نكون فنان عالمي طموح مشروع، ولكن نبغي انا نشوف راسي هنا في بلادي، نبغي نعطي شي حوايج هنا في بلادي، نبغي كان زعما ما نكتبش عليك كنطمح كنحلم باسباس اكثر في اعمال مغربيه، اعمال مغربيه فوالا محتاج لواحد شويه ديال الاسباس. لكن اسمح لي السي مجيد والفنان ديالنا الشاب، راه كاين حاجه كنسميوها ديال كاستينغ. نورمالمون كي كاين كاستينغ، علاش ما كتمشيش دوز لي كاستينغ ولا شنو؟ ولا كتمشي وما كتمشيش؟ ايوا والاعمال اللي دوزت فيهم كاستينغ تقبلت فيهم. اييه واعمال اخرى ما كتبروبوزاش كاع، كاين اللي ما كيعرفكش اولا عنده كاين اللي عنده ما عرفتش واش شي خلفيه اخرى هو سامعه ولا شي حاجه. سيكو يمكن راه كيخدم مع الاجنبي، باش نهضر معاك بهذا اللونغاج، يمكن راه كيخدم في افلام اجنبيه، دونك فهمتي كيتوشي اكثر، يعني كيطلب اكثر والعياقه وداك الشيء وما غيبغيش يخدم. بار كونتر لا، بار كونتر ما كايناش الهضره عادي. ولكن ربما الناس يعني كمخرجين وكناس متبعين في هذا المجال يعني ما عارفينكش مزيان، يعني نورمالمون خصهم يعرفوك في العمل ديالك في الفن ديالك، ولكن كشخصيه ربما بعيد، وحتى في الخروج ديالك الاعلامي. وانا شفت تبعت هذا الاسبوع
الصفحه ديالك في الانستغرام، يعني انت من بين الناس اللي ربما نادر كتلقى فنان ماشي كينشر بزاف ديال التصاور، ماشي كيخرج للاعلام بشكل كبير، ما كنسمعوهش في اخبار مثيره، شي حاجه اللي متعلقه بالفضائح وبعيد عن الاعلام. شنو علاش اختاريتي هاد لا ميثود، هاد الستيل هذا، علاش شنو خلاك تختار هاد الامور هذه؟ كتبعد على الاضواء وكتسنى ان تكون واحد رد فعل ايجابي في المشاركه ديالك في الاعمال المغربيه. هذا اختيار شخصي كيف قلتي انت، ميثود انني ماشي نكون بعيد على الاعلام ولا نكون بعيد على الناس في لي ريزو سوسيو وكذا، لا غير هي مسألة أنه تبان بزاف بلا والو بالنسبة لي أنا غادي أتميع. أنا كندوي على راسي بالنسبة لي أنا ممثل، غنبارطاجي معاك دو طون زون طون، غادي نبارطاجي معاك الحياة اليومية ديالي، ولكن كنفضل أنني نخدم ونسوق المسار ديالي شوية في السكات. نهار يكون مجيد سعيدي المغيط أنه يكون كنجم، سواء اعلاميا سواء حتى في شبكه التواصل، راه غادي يفرضها الراس. كاينين بزاف الناس اللي هما بعاد على الميديا، بعاد على بزاف الحوايج، وفاردين ذاتهم بخدمتهم. دونك هذاك هو لو برينسيپ ديالي، سيكو انني نمشي بشويه دقه دقه بابا، ونخلي خدمتي نهار تجي لوكازيون اللي غنخلي خدمتي هي اللي تقول ها هو ماجد السعيدي. دونك سي با بور، ماشي باش ندير البوز باش ندير البوز، واخا هاني درت البوز وهاني عندي مليون ولا جوج فلاورز، اشنو عاطيك انا باش ناخذ جوج مليون فلاورز؟ علاش؟ حيت كنطلع مثلا كل نهار كتشوفني كنلوح ستوري، جالس في قهوه وجالس في ريستو وجالس بور موا، هذيك مساله ما فهمتي، حياتي الخاصه كنخليها شويه بعيده، بخدمتي باش خصني نطلع، ماشي بشي حاجه. واخا ولكن كاين الناس اللي اختاروا حاجه اخرى، ما كنشوفهمش في الاعمال وفي انتاجات، ولكن يعني حاضرين بقوه، عندهم متابعين كثار في لي ريزو سوسيو، عندهم اعلانات، مشهورين كيديروا بزاف ديال، الله يعاونهم الله يكمل عليهم. شنو الراي ديالك في هاد النماذج كفنانين؟ كل كيختار طريقه بالمانيير اللي تسلكوا، كل اللي كيختارها بالزربه كيختار يمشي يدوز للنجوميه ديريكت. سيرتو دابا مع ولاو على لي ريزو سوسيو سهل القضيه، سيكو ولا وليتي كتشوف انماط، كاين اليوتيوبرز، هذا فلوغر، هذا المهم هذا صانع محتوى، هذا كيدير لي برانك، هذا جو سي با شنو كيدير، ولاو كيختارها ولاو كيفاش كيختار. انا كنشوف راسي ماجد السعيدي ممثل، ما نصلحش نكون يوتيوبر، وما نصلحش نكون ايموريست، وما نصلحش نكون فلوغر. دونك غادي نكون ماشي اختصاصي. اما كون كان مجيد في الاول شق ولا حط هدف انه يكون بارمي كيف كنقولوا حنايا لي توب 10 ديال لي ريزو سوسيو، راه غادي نديرها، ولكن غنسمع في حوايج اخرى وغتبقى تشوفني ديما. وكاينين دي ميثود اللي تقدر بالزربه تبدا تعرفني من غدا، ولكن انا ما ماشي هذاك هو التوجه ديالي. اما كل واحد كيختار طريق النجاح ديالو، كيفاش كتسلكوا، كل عارف من اين تؤكل الكتف، وكاين اللي اختار عن طريق اليوتيوب، كاين اللي اختار عن طريق الانستغرام، كاين اللي سيب له واحد لا كاتيجوري معينه بواحد المحتوى معين جرو بغض النظر على التبعيات ديالو، وكل واحد كيختار اللي مسلكو. واخا التجربه ديالك مع حسن الفن كيفاش كان الكاستينغ؟ شنو طلب منكم يعني في الكاستينغ مثلا باش تدوز وهذا؟ ما بعد اولا كنقول شكرا للاستاذ حسن الفد اللي هو اللي تاح لي الفرصه وفتح لي بزاف ديال 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 الافاق. وهذاك السيد من احسن الناس ومن اصعب الناس بجوج اللي ممكن تخدم معاهم مهنيا، يعني السيد بروفيسيونيل واحد الدرجه ما تخيلهاش، كيخدم لي بروجي ديالو في سريه تامه، لدرجه انني انا في الكاستينغ ما كنتش عارف فاش دوزت كاستينغ. انا غادي نجيك كيف عادي، كان عندي كيف قلت لك كان عندي باساج في تيلي فيلم، مشيت غادي ندير استياج كوستيم، كي جا عندي المسؤول ديال الكاستينغ
كيقول لي دير البروفيل ديالك باغي دوز كاسينك في واحد اللعيبه. شنو هي هاد اللعيبه؟ قال لي لعيبه وخلاك. والله العظيم انا ملي قال لي ديك اللعيبه حتى في دماغي ما بقيتش دايره. قال لي فوالا غادي دوز كاسينك. قلت له ديالاش هاد اللعيبه؟ قال لي ما نقدرش نقول لك سي كونفيدونسييل ولكن راه مزيانه. قلت له داكور. عطاني ديسكريبسيون ديال البيرسوناج قريته في مده قصيره. خرجت فوالا قلت له حتى تسالي وعيط ليا ابري تقريبا شي نص ساعه عيط لي دخلت دوزت الكاست ومشيت للدار. ابري ان موا كي عيط لي مدير الكاستين كيقول لي ودي هذاك الكاستين اللي دوزتي ديك النهار اياه. قلت عليه قال لي راه بغاك سي حسن الفت تكون معاه هاد العام في كبر الحبيب. الله اكبر ويلي انا حسن الفت وكبر الحبيب بعيد القضيه خاصه ونجحات السلسله في مواسم سابقه اكزاكتومون لعب عليا واحد عشان نقول لك واحد لابريسون عشتها راه لا اله الا محمد رسول الله. سيكو اول حاجه طاحت لي في بالي سيكو اول هاجس ولا عندي وانه غادي نقارن العمل اللي غندخل فيه بالنجاح اللي حققه كبروا الشعبيه. سيكو انت امام اختيارين يا اما تكمل في ذاك النجاح اللي خلاته السلسله قبل منك يا اما راه غادي تشوتي غتهبط. سيرتو انه الانظار الامر صعيب على ليكيب كامله ماشي على ليكيب كامله. سيرتو انه المشكل سيرتو ان الانظار ما غتوجهش الاستاذ حسن الفاد ولا السي هيثم مفتاح ولا سعاد علي غتوجه ليا انا اللي جديد. شكون العمل نجح راه هذاك الدري تبارك الله عليه العمل ما نجحش وهذاك اللي جابو راه كيخربق دونك قلع عليا الهاجس. دونك خديت تحدي مع راسي قلت بضع مجيد راه سوا خصك تكون على اوتور سوا راه سي لوكازيون دونك سوا خصك ابروف. ولكن قلتي واحد النقطه اللي مهمه بزاف تكلمتي على حسن الفد وقلتي انه صعيب ونفس الوقت الله يعمرها دار وهذا يعني الصعوبه ديالو في كيفاش كانت كتجسد خلال التصوير مثلا اش كي خاطر عليكم انه الصعوبه ديال السي حسن الفد كانت في الصعوبة كانت في الصرامة ديالو في الخدمة وأنه واحد الإنسان اللي كيقلب على بيرفيكسيون في الأداء كيقلب على بيرفيكسيون ما عندوش فوالا أكسيون دوز لا خصها سوا خصها دوز ولا ما غدوش وخا نبقاو معاها نهار سكو أنه كان لا فيابيليتي ما كاينش الخطأ لا ما كاينش لا ما جاي الخطأ ودير إشارة خويا رشيد أنه صورنا في 9 ايام دونك 30 حلقه صورناها في 9 ايام يعني الضغط ثم الضغط ثم الضغط دونك تما فين كانت الصعوبه. ولكن من جانب اخر واحد الانسان اللي كيفاش غادي نقول لك كيعطيك مجال فين تعطي رايك كيعطيك مجال فين تبدا ما كيلوحش عليك لا بريسيون كامله سيكو ملي كيحس بك واحد الوقيته كيف كنقولوا حنايا كثر عليك الضغط فوالا كيخلي لك فين تنفاس كيجي كيدوي معاك كيناقش معاك المسائل اللي هي فوالا اللي عندها علاقه بالتشخيص ايتو دونك كيخرجك من داك المود ديال راه خصني نصور وخصنا نساليو في الوقت ايتو والحمد لله. ولكن مثلا كتكون عندكم امكانيه ديال ديروا شي تدخلات مثلا تكون عندك راي يعني مجيد بان لي بلي هذه اللقطه وكتقترحها ما كاينش مشكل. بالعكس انا باقي نعقل اول ما جلسنا درنا لا ريونيو على ود لو بروجي وبدينا كنقراو السيناريو اونصومبل سيكو اول ما قال سي حسن الفد انه شكون عنده شي تدخل شكون عنده شي ملاحظات شكون بان له شي حاجه ماشي هي هذيك ويفيكتيفمون اللي عنده شي 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 ملاحظه قالها اللي بغى انا من الناس اللي طلبت منه يتبدلوا شي حوايج وما قالش لا بالعكس حبد الفكره وقال لي فوالا شكرا مزيان حيت شوفها كتختلف وانا دويت معاك كيف قلت له هو قلت له انا راه غنهضر معاك ماشي بصيفتي زعما ضمن المشروع انا غنهضر معاك خارج من المشروع بحال راه ما كاينش انا غنقولك غير كيفاش غادي نشوف وداك الشيء اللي كاين كنا كنتناقشوا في امور تقنيه كنا كنتناقشوا في المساله ديال الحوار التشخيص كيفاش خصها تكون هذه وبالعكس ما عمرو اعترض على شي حاجه وكيف قلت لك من الناس اللي احسن الناس اللي خدمت معاهم مهنيا
فعلا يعني اتمنى انه يواصل في هذه الامور، خاصه في اكتشاف المواهب المغربيه والصاعده. سلسله سر المدفون لقات نجاح ونال اعجاب ماشي غير الجمهور، حتى الفنانين ومخرجين يعني خارج عن العمل الفني، وتبعنا للتصريحات ديال العديد من المتدخلين. كيفاش عشتي الدور ديالك مجيد؟ اولا الحاجه اللي جراتني انايا بعدا كممثل باش نشارك في مسلسل سير المدفون، اللي كنحيي مخرج ياسين فنان من هذا المنبر، هو القصه. سكو انه خارج على المعتاد، قلما كنشوفوا مسلسلات مغربيه بهذاك الشكل وبهذاك النسق الدرامي. سكو حنا ولفنا مواضيع اجتماعيه، ولفنا فوالا هذا الديل هذا الورد هذا باغي يتزوج بهذه وما بغاش باها ايتترا، مواضيع ولات مستهلكه، مواضيع مستهلكه، ما كانش ابداع، ما بقاش واحد ديال مسلسل مغربي فيه غموض وتحقيق وبوليس وقصه، وتبقى كيف كنقولوا حنايا تبقى تخدم دماغك، وكل خطره كتطلع لك شخصيه جديده وكتشك في واحد جديد، وغدا ما كتلقاه ماشي هو. سكو هذاك ستيل جديد، كاين بعض الناس اللي ما عجبهمش باسكو كي قلت لك هو ستيل جديد شويه في المسلسلات المغربيه، مي انا كيف قلت لك كيف اللي جرني ليه اول حاجه هو القصه ديال المسلسل وشخصيه عمر اللي كيف اللي غتبان للناس، واخا ما كاينش ظهور كثير اللي هو كان كيهضر على شخصيه عمر الوافي غير بدي فلاش باك، ولكن نتحداك انه كل شيء اللي تفرج في سير المدفون كيعرف عمر الوافي واخا ما شافوش بزاف. انا كيف قلت ما كان امش مساله دور كبير دور صغير، قدر دور صغير وجيب فيه الله تيسير. تكرار ديال درتي الريمونتادا هذاك الشيء اللي كاين، تكرار ديال درتي بحال لك الهداف اللي ما كيشدش الكره بزاف ولكن جات الفرصه الحمد لله وكيقضي الغرض الحمد لله. دونك كيف قلت لك تكرار ديال الشخصيه ديال عمر الوافي، وهو وضعه في النسق الدرامي ديال المسلسل حتى معني انه يكون حاضر. سيكو فجات الحمد لله، كان كيف قلت كان كيبان في دي فلاش باك، مي فجا انك شكون خاصك تعرف عمر وكيفاش مات وايتترا اللي هي الحلقه الاخرى. ماشي بشاهد ماشي انا، مي انا كنت راضي على راسي ما كذبش عليك، ولكن بشهاده الجميع انه كان حضور ديال شخصيه عمر الوافي كان متميز في الحلقه الاخرى. وهذا ماشي غرور مجيد، ماشي شهادتي حاشا ولله واش نكون مغرور. انا ما قلتش، انا كنقول لك انا اللي غادي نشوف وغادي يقول غادي يقول انا ما عمرني غادي نكون شوف انا ما عمرني غادي نكون ساتيسفي على راسي واخا نوصل فين ما بغيت نوصل. عرفتي علاش؟ حيت ماشي انت اللي كتقيم، الناس هما اللي كيعطيو تقييم الامل ديالك، الناس هما اللي كيهضروا على الامل ديالك وخاصك تقبل. راه كيف كاينين الناس خير رشيد، كيف كاينين الناس اللي هما كيشجعوني، كاينين الناس اللي هما كينتقدوني، وما غنتقلقش باسكو بالانتقادات ديالهم كتعرف شنو خاصك تريكتيفي وكتعرف شنو خاصك تصحح وفين خاصك فين خاصك تحط رجليك كيف كنقول. اما مساله الغرور حاشا ولله واش نكون مغرور، و ما صعيبه عليا انا بعدا كنشوف راسي عمر صعيبه عليا. عمر واش قريب المجيد ولا لا؟ من واحد الناحيه ناحيه اخرى لا. فاش عمر واحد الشاب اللي هو فوالا كيف كنقولوا حنايا ولد فتوش باه لاباس عليه، موفر له كل شيء، خلاته يختار واحد الطريق، واحد الطريق شويه كان انسيغتان مومون كيف كنقولوا حنايا انحرف، بدا كيدير شي حوايج اللي هما مزيانين بحكم داك التباعد الاسري وديك الانعدام المسؤوليه ولا مبالاه اللي هو من طرفه. هذا ماشي مجيد، مي عمر في الجانب الانساني كان حاضر. سيكو في القصه ديال المسلسل غتعرف كيفاش كانت علاقته باختو، غتعرف انه صاحب مزيان، صاحب صاحبو كيف كنقولوا، راجل بمعنى الكلمه. لقيت اللي طاحت فيها السيده اللي هو كان باغي يتزوج بها طاحت في مشكل ما تخلاش عليها،
كيف كنقولوا حنايا راجل، هذا ماجد سعيد جانب انساني المواقف، رجل المواقف، رجل المواقف، حيت رجوله كتقاس بالمواقف طبيعه الحال. مجيد، يعني في الحديث ديالنا والكل كيعرف بانك انت ولد درب سلطان، اين بلاصه بالضبط في درب سلطان؟ انا بمنطقه درب سلطان، زاديت الزياده ديالي كانت في جيش بلمدون سيدي معروف الرابع، حاليا كنسكن في درب الفقار. هذا فين كيسكن مجيد؟ دونك حياتي كلها دوزتها في درب السلطان، و جو سوي فيغ انني نكون كنتامي لهذا الحي. اقسم بالله خير رشيد، لما انا ما عمرني نحجم ولا انا كنسكن في درب السلطان وخلاقي في درب السلطان وواقيلا غنكمل في درب السلطان رشيد. هو زعما الى تبدلات الحاله الاجتماعيه بواحد الدرجه اللي هي كبيره بزاف، يعني ما نشوفوش مجيد في واحد الحي اللي هو راقي على المستوى الناس اللي فيه، يعني البرجوازيين وهذا. الحي اللي هو راقي هذه راه مقيده عليك، واخا تشوف مجيد في الحي اللي هو من راقي من 2 أو 7 سنين غادي نعاود نعيط عليه نقول لك فين واش تحولتي ولا مازال. مرحبا، تقدر تعيط لي تلقاني واقف مع ولاد الدرب. وخا تشوف ماجي في حي لي ورقي، حياتي كاينه هنا، حياتي كاينه هنا، الفرحه ديالي كاينه في هذا الحي، المعاناه ديالي كاينه في هذا الحي، حياتي كنلقاها. متمسك وكتكلم على الحي ديالك بهالدرجه هذه؟ انا ولد الشعب تو سامبلومون، وكيف كنقولوا حنايا من هنايا تحكيت، هنا فين حكاتني الوقت كيف كنقولوا. دونك عشت الفرحه ديال الناس، عرفت كنعيش البساطه ديال الناس، كنعيش المعاناه ديال الناس، لان انا واحد منهم. دونك ما غيجيش ما كنظنش انه غيجي واحد النهار اللي غادي ندور وجهي على الحي اللي انا كبرت فيه ولا. والا بغيتي تتاكد اخي رشيد، جي للحي ديالي وسول على ماجد السعيد ونخليك هما تسمع شنو غيقول. مرحبا، ونسولو حنا كنتكلموا على الدرب وعلى الحي اللي انت كتسكن فيه، واش مجيد هو داك ولد الدرب اللي كيحتاجو كيجي عندو كيلقاه، هو كيف كنقولوا اللي كيوقف مع الكبير مع الصغير، ولا مجيد يعني كيليميني ديال الدرب سلطان؟ هو كيليميني واحد ماشي في شي حوايج، كيليميني في شي حوايج. لا كيف قلت لك، انا ماشي اللي غادي، ماشي انا اللي غادي نقول لك، انا ما عاد كنظن يمكن يكون ولاد الحي هنا كيتفرجوا هما اللي غادي يقولوا لك. الناس اللي هما قراب لمجيد السعيدي هما اللي غايقولوا لك واش مجيد ولد الدرب ولا ماشي ولد الدرب. بالعكس، انا علاقتي مع ولاد الناس ديال دربنا علاقه جيده جدا، كيحترموني لواحد الدرجه اللي ما تصورهاش، وكنحترمهم لواحد الدرجه اللي ما تصورهاش، وكنتعامل مع كل شيء، وباقي نوقف في راس الدرب، وباقي ندوي معاهم في كوره ونتناقر معاهم على ماتش، وما عنديش مشكل. سيكو ما باغيش نخرج من المود اللي انا فهمتي اللي انا فيه، حيت راه اذا حبوك الناس راك انت في نعمه. اكيد هذه النعمه اللي راك انت في نعمه، وانا كنقول الله يحبب فيا خلقه. داكشي علاش علاقتي بولاد دربنا اللي الاعزاز عليا فهمتي، ما عمرها تاثرات. كنكون في تورناج وعارفيني وعيطوا لي وانا في تورناج وندير معاهم ابي فيديو غير من الدرب، ويقول لي راه حنا كنديروا، راه حنا لاعبين رامي، راه حنا هادي، راه حنا هادي، وكنهضر معاهم ونرجع عاوتاني واخا نغبر شهرين 3 شهور ونرجع وتعود حياتي الى طبيعتها وعادي. وهذا العام راك ترد ديربيات هذا العام؟ تيراتي وقالوا لي راك تحضر الرجاء. عرفتي اش داروا؟ سيرتو انا كنسكن في درب واحد الزنقه اللي هي تقريبا كلها رجاويه، دونك كنعاني في الدربيات. كتعاني؟ كيتسناوني تنخرج. ما كتخباش بعدا؟ لا ما كنتخباش، كنخرج عيني ما كاينش الضحك. وكيفاش دوزتوا المباراه الاخيره ديال كاس العرب اللي عرفت واحد لقاء واحد المتابعه على المستوى العالمي، واللي شفرات الكره شرفات الكره القدم المغربيه على المستوى المتابعه، الحضور الجماهيري، الكيفو، الاداء الفرجوي داخل اللاعبين، ولمست فيك انك انت متتبع ديال كره القدم بواحد الشكل كبير. شنو كيفاش تبعتي داك اللقاء؟ انا كنت صحاب كرجاوي في الاول، انا وداد
ومسألة الانتماءات كنحترمها، سيكو راه رجاوي رجاوي الله يسهلك، ودادي راه ودادي. أنا كنشجع فريق عريق وفريق كبير، وأنت كتشجع فريق عريق وفريق كبير. هاد مسألة وداد الرجاء أنهم فرق رائدة. لكن أنا ما قلتش بلي واش رجاوي ولا ودادي. لا لا أنت رجاوي. علاش حيت سول زعما على كأس العرب والمنافسات زعما ديال البطولة؟ لا لا ما بغض النظر على هاد الأمور. انا كنعاود نستعمل واحد الحدس ديالي كيقولها لك ميم تبغي. انا ما نشوف انا ما عنديش مشكل اننا حيت مساله الانتماءات كتبقى حريه فهمتي، ما مساله عاديه. ولكن اللي عجبني فيك انك كفنان، وكاين بزاف الفنانين ما كيبغيوش يعلنوا على الانتماء ديالهم الرياضي، سواء رجاوي ولا الوداد ولا الجيش الملكي. انت ما عندكش مشكل يعني عادي، عادي شي مشكل مساله انتماءات. ودابا مثلا انا ما كنشربش اتاي وكنشرب قهوه غزويه، علاش كتشرب اتاي وما كتشربش قهوه؟ حيت هذيك مساله ديالي وانا غنحترم انتماءك. ولكن علاش انت ودادي والدرب ديالكم كلهم رجاويين؟ وانا راه ياك انا ما عرفتش صاحبي، راه هي طلعت العائلة الماتوغاز ديال لا فامي وقيل. لا ما عندناش القضية شي حاجة يضغط عليك شي واحد ولا أنا هكا بنادم حنا كينبتوا ودادين كيخرجوا ودادين، ما زعما حتى واحد ما ضغط عليا ولا شي حاجة. طيب ديالي كان حارس مرمى في جمعية الحليب، ماشي دونك جمعية الحليب اللي هي اللي دابزات مع الراجل من بعد. أما أنا بالنسبة لي ما عنديش مسألة انتماءات، عادي أنا حر. وكنحترم فريق الرجاء البيضاوي كيف قلت لك، الوداد والرجاء رغم النزاعات والمناوشات راه لا يختلف اثنان اننا كندوه على جوج فرق رائدين قاريين. نعم نقطة. يعني مثلوا المغرب احسن تمثيل. انا ودادي اقسم بالله الا كنت مع الرجاء قلبا وقالبا في كاس العالم ان نتناقر انا وياك ونبشك وتنبشني، ولكن كتكون مباراه دوليه البطوله ما نعقلش عليك. ولكن ملي كتشوف شي حاجه عندها علاقه بدرابو البلاد وليماج ديال المغرب بصفه عامه لا نقاش في ذلك. كتقدرت ولكن ديما ودات شنو نقول لك. صحتك مجيد، ونتمنوا ان المنافسات ترجع ان شاء الله في اقرب وقت مع اتباع كاع التعليمات والوقائيه اللي غادي تنص عليها وزاره الصحه ووزاره الداخليه، ونتمنوا ربي انه يرفع لنا هذا الوباء. يعني 10 يوم بقات بزاف، والكل كينتظر شنو غادي تكون في القرارات. مجيد، وحنا كنتكلموا على الجانب الفني، تبعتي بلا شك الاعمال اللي كانوا في رمضان في هذا الكونفينمون هذا، شنو الراي ديالك في الانتاج ديال سلامات، مسلسل سلامات اللي كان تعرض في ام بي سي 5؟ اخر المهم باش نكون معاك واحد المساله، هذه ماشي ما عندهاش علاقه بلغه الخشب ولا انني لعبت كلمات يعني سياسي في اجوبه ديالي. لا، كنتبع الانتاجات المغربيه وكنشجع اي انتاج. علاش؟ حيت هذاك الانتاج سواء عجبك سواء ما عجبكش تبدل فيه مجهود، وما غنبخسو مجهود ديال حتى شي واحد. وكان عندهم ضغط، كان عندهم ضغط في كان عندهم ضغط فين مو بزاف الحوايج، ولكن المشاهد ما كيرحمش. يعني تم الحديث عن مجموعه من الاخطاء التقنيه، اخطاء التقنيه راه كاينين حتى في افلام امريكيه، كاين افلام عالميه، مسلسلات عالميه كاينين فيهم اخطاء لا اله الا محمد رسول الله. حيت هذاك السيد اللي كاميرامان ولا سكريبت ولا بيرشمان ولا مونتاج راه كيبقى انسان، والانسان راه كيغلط طبيعه الحال. انا عادي، ولكن مازال ما قلتيش لي الراي ديالك في سلامات. بروجي مخدوم مزيان، مكتوب مزيان، الكاستينغ ديالو حيت الكاستينغ حتى هو كيلعب دور، يعني كانوا فيه شخصيات اللي اداو الدور بشكل مميز جدا. كندو على الاستاذ خويي، كندو على عمر لطفي، كندو على هاشم مصطاوي، كندو يعني ناس اللي هما كيف كنقولوا حنايا كانوا قدا. دونك اوتوماتيكمون بروجي مزيان، ترافاي بروفيسيونيل، راه غتشوف نجاح. مساله هذه بغض النظر عن الاخطاء اللي كانوا هما تقنيه ولا ما كانوش، فسيكو راه ما غنبخسوش المجهود ديال حتى شي واحد.
حيت كيف المتفرج ما غاديش نلومو بهاد المساله حيت هو كيتفرج في الريزلت فينال، ما كيحضرش الكواليس، ما كيشوفش الظروف اللي كيدار في هادي تورناج، ما كيحضرش بزاف ديال الحوايج. ومن حقه، انت بحقك عليا انك تشوفني في التلفازه عاطيك بروجي مزيان، ولكن سلامات ابو البنات نجح. واخا شنو الراي ديالك مجيد في التعويضات الماليه للفنانين في المغرب؟ هذا موضوع طويل اخي رشيد، مساله التعويضات ولا هذا يمكن خصو شي لايف فيه شي نهار، سيرتو انه قانون الفنان ووضعيه الفنان في المغرب راه ما مفهوماش، يسكمات نور راه ما مفهوماش وما عندها حتى شي، راه اذا جيتي تشوف في الناس المغرب ما عنده حتى شي بوزيشن ابور كونسوا كلير، ما باقي ما كاينش بلاصته في المنظومه الاجتماعيه. فنان الجمهور هو اللي يحكم عليك، هو اللي كينجحك، هو اللي كيهبطك. من مسائل حقوق ممثل ولا فنان بالنسبه لي انا راه باقي خاصه بزاف ديال الخدمه، وباقي خصو يتحط قانون اللي هو مهيكل كيضمن حقوق الممثل والفنان، وكيضمن كذلك حقوق المنتج، وكيضمن كذلك حقوق المخرجين والتقنيين والى اخره، ويكون داك الشيء بدراسه وفهمتي وقانون اللي هو كيضمن حقوق ديال الجميع، وتعطى شويه الفنان القيمه ديالو الله يجازيهم بخير. محتاجين اول عمل ديالك، هذا سؤال اللي تقدر انك تجاوبه او لك انك تحفظ انك الجواب ديالو، مساله عاديه كتبقى. انا قبل ما نبداو في المباشر الا سولتك واش نقدروا نتكلموا في امور اكثر شخصيه، انا كنحترموا يعني كتوجه القناه تحترموا الحياه الشخصيه سواء الفنان ولا المواطنين، الا ان الان مجيد ما بقيتش ديال راسك، هذه المساله خصك تعرفها، انت ديال المغاربه شخصيه عموميه، الكل كيبغي يعرف عليك كل الحاجات، رغم انك انت فضلتي وانك تبقى بعيد عن الاعلام نسبيا. في اول عمل ديالك يعني شنو القيمه الماليه اللي تقاديتيها؟ هنا عمل اجنبي اللي غنقدر نجاوبك عليه هو انه الكاشي ديالي في الاعمال الاجنبيه كيكون دوبل ديال الكاشي ديالي في اعمال مغربيه. شنو نقدر نقول لك؟ مي ماشي دوك الارقام، حيت سمعت شي ناس كيتكلموا على دي شيفر معينين في سلسله كبر الحبيب، ما وصلتش لك الرقم بتاتا، كيدوا على 30، كيدوا على 12، كيدوا على 16، كيدوا، ما وصلتش لهذاك الرقم بتاتا. ما وصلتش. مي 12 بعدا راه عرفناها ما وصلتيش، ما كايناش 12. ما كايناش 10، انا نزيدك. ما كايناش. ولكن نلتي الحب ديال الجمهور، نلتي يعني الناس كانوا معجبين بالاداء ديالك، ربما هذا هو المهم في اول بدايه في الاعمال المغربيه. ففي لي كاستينغ كيفاش كيكونوا الكواليس ديال لي كاستينغ مجيد؟ واش فعلا كاين بعض الممارسات اللي كتخلي الممثل او الممثله كتمر من ظروف نوعا ما صعيبه في الكاستينغ؟ ظروف صعيبه في الكاستينغ في الكواليس كيفاش كيدوزوا لي كاستينغ باش الاختيار الممثل؟ لا بالعكس، ما كاينش ظروف صعيبه، بالعكس كيتحط بروجي، كيجي مدير كاستينغ وكيجي المخرج كيبداو في دراسات الشخصيات على حسب السكريبت اللي عندهم هما، مثلا ديال الفيلم ولا ديال المسلسل ولا ديال السيت كوم، كيبداو يدرسوا في الشخصيات وكيبداو يبروبوزيو ممثلين اللي غادي يجي معاهم ديك الشخصيه. من بعد كيبدا الكول باك، كيبداو يعيطوا للناس وكتبدا دوز كاستينغ في دي سيكونس اللي هما صافي بارتي من البروجي، ومن تما كيدوز اختيار. قنعتي في مرحله الاداء مرحبا، ما قنعتيش كيدوزوا لاخر اي اون سو دو سويت. انا بالنسبه ليا بالعكس مرحله الكاستينغ كدوز في ظروف جد عادي جدا، بالعكس ما فيهاش ماشي تعقيدات ولا فيها شيء. كاين اللي كيشوف وكاين اللي كيعتقد باللي ان هذا الكاستينغ هذا في بعض الاعمال مجرد اشاعه، مجرد دعايه ان فعلا كيدوز الكاستينغ، ولكن في الاصل يكون الممثلين
خاطري تم الاختيار ديالهم وكل واحد عارف الشخصيه ديالو وتوصل بالسيناريو وعارف كل الامور. هذيك التسنيكه تبقى غير بحال واحد العاده اللي خاصها الدار وصافي. ممكن حيت هذيك مساله كيدخلوا فيها بزاف ديال الكريتير، حيت كاين مثلا كان زعما مثلا ممثل على الناس على حسب البوز ولا على حسب الوضعيه ديالو هوايا من المشاهير. دونك انا كشركه انتاج غادي نقلب على الفيجواليتي ديال البروجي ديالي. كاين بزاف ديال 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 الامور اللي هما كتحكم فيهم تاعك. كاين اختيار ديال شركه انتاج، كاين اختيار ديال التلفزه اذا التلفزه المغربيه، كاين اختيارات ديال المخرج اللي كيكون هو حاسم مثلا في الممثلين كيقول لك هذا الممثل راه هو اللي غيكون الدور يكون فيه فلان والدور يكون فيه فلان. وهذه مساله كتحترم باسكو هذيك كتبقى رؤيه فنيه. وكيف كنقولوا حنايا كلها غادي تقلبوا على مصلحه البروجي، ولكن راه كيكون عاوتاني واحد الهامش ديال المصلحه الخاصه عادي. زعما انا بالنسبه لي انا ما كنشوفش فيها مشكل. في بعض الاعمال يعني لقاو نجاحات ورغم ذلك الناس كتكلم باللي وكتاسف اكثر من ذلك باللي راه كاينين الناس اللي هما دخلاء على الفن ما قراوش المسرح، ما دوزوش دور الشباب على الاقل، ما كانش عندهم درايه بالمجال الفني ودخلوا وتوغلوا في الاعمال الفنيه الاخيره وما عجبهمش الحال رغم النجاحات رغم الاداء ديالهم المتميز. كيفاش كتشوف هذه المساله هذه سي نجاح؟ انا غادي نسولك وغادي نسول حتى الناس اللي كيتابعونا، حيت هذا السؤال كيطرح لي حتى في لي لايف اللي كنديروا بزاف د الحوايج. هذاك السيد اللي هو ما عجبكش ولا هذيك السيده اللي ما عجباتكش، شكون يوصلوا عندي للتلفاز؟ شكون يوصلوا في الانستغرام؟ شكون يوصلوا في فيسبوك؟ شكون يبارطاجها باش خليه يدخل لعندي؟ ماشي شركه انتاج وماشي مخرج وماشي سي سي ام وماشي اداره التلفزه المغربيه. انت اللي مسؤول على اختيارك، انت اللي كتوصل ليا واحد كتوصل ليا شي حوايج اللي انا ما خصهمش يوصلوني. انا ما يمكنش مثلا كنصنع مستوى رديء وكتبارطاجيه وتسبني. انا غير بارطاجيني وسبني راك درتي معايا مزيان، شرتيني وصلتيني كي كنقولوا حنايا وفرت عليا المسافه. دونك انا باش نطلع واحد اكس في طوندونس ونسبو ما يمكنش. انت اللي طلعتي، تحمل مسؤوليه قرارك، تحمل مسؤوليه اختيارك، تحمل مسؤوليه الموتور دروشات. انت اشنو كتشيرتي؟ ما عندها حتى علاقه حيت انا كيف قلت لك ميم سي كاينه رؤيه فنيه وكذا كاين مصلحه. انا كمثلا انا ندوي على راسي، انا مثلا الى كنت مونتيج وكذا غادي نشوف واش هذا السيد عنده اكس ديال 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 لي فيو كيجي في فيديوهات وعنده اكس ديال لي فلاورز مزيان ليا انايا باش يشوف عنده جمهور. يعني عنده جمهور نقدر ناطرو نوريه كيفاش يدخل منين يخرج هذا وغادي صافات. يعني شكون يوصلوا لعندي؟ انت كجمهور دونك تحمل مسؤوليه اختيارك انت. كيف مثلا ها هو غادي نطلع انا ولا غيطلع غيري ولا هذه ما غادي يعجبكش غادي كيف كنقولوا حنايا غادي تعطيه. وهذيك مساله هذيك مساله من حقك باسكو انت كتقلب على الكاليتي ولكن ملي كتقلب على الكاليتي توصل لي ناس ديال الكاليتي، ندعموا ناس ديال الاختصاص، ندعموا ناس ديال التكوين، ندعموا ناس ديال الموهبه. وهذا الشيء ما كيضركمش مجيد ملي كتشوفوا هذا الامثال مثلا كيف حنا ما ندويش حنا اي واحد ما غيكونش ضد الموهبه الا كتستاهل مرحبا والف مرحبا بك. بالنسبه لي انا حيت الموهبه يعني اللي عنده حط ليه المجال يعطي اعطيني فوالا الا كنتي تو ميريت وتستاهل وتبارك الله عليك علاش بالعكس الف مرحبا بك. انا نكون من انا ندوي على راسي عادي كشخص عادي نكون من المساندين ومن المتتبعين بالعكس ما تخلق حتى شي مشكل. انا ماشي ضد كاع ماشي ضد شوف ماشي ضد الناس ديال الانستغرام ولا ديال الفيسبوك كاين الناس يستاهل ولكن ما ندويش على واحد الكاتيجوري اخرى ما باغيش نسمي انا كاع. كاين ناس واخا جايين من الانستغرام وهادي شناهم قام بخير مزيان كتجربه اولى ولا كتجربه ثانيه راه كتشوف كيكونوا حنايا كتشوف ديك النواه. اما باش توصل لي انا واحد السيد ولا واحد السيده
رشيد طوسي النواد ديال رشيد طوسي ولا ديال من هاد النواد؟ هذيك ما توصل لي شي واحد السيد ولا واحد السيده، انت توصلوا لعندي بالبارطاج وانت كتسب فيه، راه ما يمكنش، غير مقبوله صراحه. تسبوا ما تبارطاجيش، ما تدويش عليه، ما تشهروش. تبعتي لافير ديال رفيق بوبكر في الفيديو اللي كان خرج مؤخرا؟ شفتي داكشي؟ شفتو؟ شنو الرأي ديالك؟ الرأي ديالك انا ما كندخلش في الحياه ولا في الحريه ديال الناس. كلك كيعيش حياته بالطريقه اللي بغى، كلك كيشوف حياته بلا فاسون اللي بغى هو، وكل عنده فمه وكل عنده عقله. غير من واحد الناحيه، انا بالنسبه لي انا غلطتي معايا رشيد وخرجتي اعتذرتي، مسامح كريم، هادشي اللي غنقول لك. ولكن كاين الناس اللي ما تقبلوهاش وشدوها وهذا، ولكن انت حتى كبرتي في اسره محافظه، كيف شفتي ذاك السلوك؟ واش نقدروا نلقاو عذر حيت الفنان العزيز واللي غالي على المغاربه بالاعمال ديالو بالفنيه كان فاقد الوعي ديالو؟ شوف، رفيق بوكر فنان واعماله كتشد لي. رفيق بوكر حتى في التصريحات ديالو وحتى في الخرجات ديالو، الانسان اللي هو جري كيقول شنو كندير، ما كيخبي لك والو، دونك انت عارفو كيفاش داير، كيبارطاجي معاك. بالعكس، واحد الانسان عفوي كيدوي معاك باللي كاين، كيقول لك شنو كاين، ما عندوش المشكل. ما كانش في الوعي ديالو، خرج اعتذر، اعتذر مسامح. شنو غادي نقول؟ بعض المرات يعني الحياه لي اخاك عذره، اكيد اكيد، حتى الحياه الشخصيه ربما بغض النظر على الاداء والمستوى اللي يقدر يبان به الفنان، حتى الشخصيه وطريقه التعامل ديالو مع الزملاء ديالو، واش كيندمج معهم ولا لا، كتفتح لي افاق كثيره. واش نجيب يعني عندك اصدقاء في المجال الفني؟ الحمد لله، الحمد لله. وبالعكس، اي بروجي خدمت فيه، سواء كندوي على المسلسلات المغربيه، سواء كبر الحبيب، سواء قلوب تائهه، سواء سي مدفون، بالعكس كانت علاقتي بالزملاء ديالي علاقه جيده جدا. ما عمرني كان معنا، يعني ما عمرني لقيت شي مشكل في اي تورناج، جون دوك الحزازات وكذا، بالعكس. وكيسالي بروجي وكتبقى علاقتي بهم على اتم ما يرام، على احسن ما يرام، بالعكس ما عمرو كان عندي مشكل في هذه المساله هذه. عندي اصدقاء في مجال الفني، عندي اصدقاء في بزاف ديال المجالات، دونك الحمد لله بخير وعلى خير. طيب، كل ما فكرتيش انك تمثل مثلا، اشني الحاجه؟ وانا عارفه انك كملتي الدراسه ديالك، ولكن اشني الموهبه ربما اللي تقدرتي انك تعيش منها وتبني بها المستقبل ديالك؟ ندوي على الموهبه وندوي على الحلم. انا في راسي عقلتي فاش كنا صغار وكانوا كيسولونا اشنو بغيتي تكون، اشنو كتسمع نتايا؟ كتسمع طبيب، بيلوت، بوليسي؟ انا رشيد كان الحلم ديالي نكون بسيكياتر، طبيب نفسي. بحال رئيس الحكومة. ما عرفت. كيعجبك العثماني؟ لا عندي تحفظ بهاد العينات. كان خصني نكون، كنت بغيت نكون طبيب نفسي، لدرجة حتى دابا حتى الكتوبة اللي كان قرايتو، دونك تو سكي رابور مع البينيل، المهم قال لي عنده علاقه بعلم النفس. يعني كنت صغير وكتعرف طبيب نفسي وهذا؟ والله العظيم صغير كنعرف. كنا كنقولوا طبيب ديالاش، شن كبروا نعرف ديالاش. انت طبيب نفسي من اللعيبه؟ اقسم بالله الا باقي نعقل، كنت في الخامس الشهاده، نفس السؤال اللي طرحتي لي باقي نعقل، واحد الاستاذه سليماني الله يذكرها بخير، نفس رد الفعل اللي دات، قلت لي داك وكتعرف زعما الطبيب النفساني شنو كيدير، وانا صغير وغير كنعرف طبيب نفساني، اش ما كنعرفش طبيب نفساني، وتقريبا نفس رد الفعل. دوك هكا كنشوف، ما عرفتش، شوف الصغر شنو قال لي، خصك تكون بسيكياتر، هكا قال لي طنطط عقلي. ومازال زعما تقرر تحقق هذا الحلم هذا؟ الحلم، شوف، مسألة القراية ولا الحلم يقدر يتحقق في أي لحظة، غير هو ملي كتختار واحد الطريق وكتبعد كيكون صعيب عاوتاني ترجع، غتخسر بزاف، غتضيع بزاف،
وتخسر بزاف الحوايج اللي انت ضحيتي بهم. واخا، اشنو الحوايج اللي ضحيتي بهم باش انك تمشي في المجال الفني ديالك؟ ضحيت بقرايتي، ضحيت بخدمتي، بزاف الحوايج. حيت انا قريت، خديت ديبلوم تيليكومونيكاسيون سيستيم ريزو، خدمت حتى انا بحالي بحال الناس، دونك دوزت خدامي، خدمت شركات ايتو، هادشي كله خليته باش نمشي في التمثيل، باش نمشي في الفن. دونك بغيتي شي حاجه خير رشيد، ضروري من لي ساكريفيس، ما توصل شي حاجه ضروري من التضحيات. والحمد لله تلك التضحيات نار غادي يجي الوقت وتوصل ولو غير 50% ديال داكشي اللي كتحلم به كيكون عندها طعم اخر. كتقول كيف كنقولوا حنايا، معليش دايزه دايزه الحمد لله. مجيد، اشنو هي الحاجه اللي تقدر تسامح في اي مشكل يقدر يوقع، اي موقف تقدر تسامح فيه وتقدر تقدم تنازلات، ولكن الحاجه اللي ما تقدرش تقدم فيها تنازلات وما كيف كنقولوا ما تفكش منها؟ كرامتي تو سامبل، الكرامه كيف ما كان الوضع اخيرا، كيف ما كان الوضع شتي، ولا يكون تكون شي حاجه غادي توصلني، غادي تربحني 10 سنين لقدام. برانسيب يعني ما دير زعما شي فضيحه باش دير البوز باش تمشي. كيف ما كنشوفوا بعض الحالات يعني كنشوفوا فنانين اجانب يعني كيدير الله كيسترنا وحنا نفضحوا راسنا، ما فهم ما بعيد هذاك الشيء. بالعكس، واش عمر ما جيت شي واحد جرى انه يهين الكرامه ديالك؟ كيفاش كانت ردت الفعل ديالك؟ كانت ردت الفعل في الاول كيف كنقولوا حنا، عيت من كالمي سيكو، عيش بنادم حيت المهم واحد الشخص اللي هو واخا انا ما كنعتش الناس ولكن ما تناقش مع جاهل، انت كتفهمه ودير نهار الشيطان وراه كندوي معاك بشويه وكذا. سيكو بدا كيتوشيك في شي حوايج اللي هما انتيم، عندها علاقه بكرامتك وعندها علاقه بتربيتك وعندها علاقه بوالديك، وكان رد الفعل شويه اغريسيف. لا شك ان النجاحات ديال كل شخص في جميع المجالات كيكونوا الناس اللي من غير التضحيات ديالو كيكونوا الناس اللي ضحاو على قبله. السؤال ديالي سي مجيد هو كيفاش دايره العلاقه ديالك مع الوالدين ديالك، وشنو تقدر تقول الام ديالك اللي بلا شك انها تكون حتى هي بدورها قدمات التضحيات باش تشوف مجيد محبوب عند الجمهور بهذا المستوى؟ اقسم بالله غنقول لك واحد المساله اخي رشيد، اهم من هادشي كامل اللي حنا دايرين ديال اللايف، اهم من هادشي اللي حنا كنهضروا عليه والفن، شي رضا ديال الوالده ديالي الى حصل لي من هادشي كامل. ولا كنت باغي نوصل لشي حاجه اقسم بالله باغي نوصل على قبلها ماشي على قبلي، حيت نقطع من لحمي والله ما غادي نرد لها حتى اش من الربع، ما غترد لها حتى 0.001 من داكشي اللي دوزات لي. الوالد ديالي توفى الله يرحمه، دونك اول المساندين واول المداعمين ديما كان هو الام ديالي، كانت ومازال. دونك غير تكون راضي عليا وما عندي ما ندير حتى شي حاجه خير رشيد. شنو نقول لك، ضحات على قبلك بزاف، ضحات بزاف خير رشيد بزاف صراحه. اثرتي فيا يعني بصراحه، وكتكلم على الام ديالك يعني الام الغاليه على القلوب الناس، العالم كامل كيتكلم على الام والتضحيات ديالها اللي
الوحيدة اللي كتعطي وما كتفكرش أنها تاخذ، الوحيدة كتسنى اللي ما كتفكرش في شي حاجة أخرى من غير أنها تشوف ولادها يكونوا في كيف بغاتهم ويكونوا في واحد الموقع اللي في المستوى. واش يعني كانت العمل ديالها الخدمة في العمل يعني الشغلات؟ غنقول انا جو سوي فيغ بالام ديالي، انا فخور بالام ديالي. الواليد كان جالس من الخدمه، امي كانت كتخرج تخدم علينا باش حنا نعيشوا، والحمد لله ما خيبناش الظن ديالها. انا والخوت ديالي شافنا كيف باغا هي، قرينا، خوتي وصلوا، انا الحمد لله هاني غادي كنشق طريقي. دونك التضحيه ديالها والثمانه ديالها ما ضاعتش، ما مشاتش هباء المنظور. الحمد لله. امي باعت وشرات وخدمات ما عرفت فين، وكنقول لك انا ضربت الكرفي، انا وخوتي نعيشوا بخير، نكونوا بخير، والحمد لله. الله يخليها لك مجيد، الله يخليها لك. وفخور بالام ديالي بزاف. كتقولها بواحد لاغاج. فخور، انا جو سوي فيغ دو ما ميغ. الحمد لله. الحمد لله. كلمات يعني رائعه جدا يعني. ولا عنده شيء الامهات ام ديالو تهلا فيها، وي حيت ما غتعرف القيمه ديالو وتتفقدو. يعني تشوف الوالد ديالك ديك الساعه شحال كان في عمرك؟ لا انا توفى الوالد ديالي غير مؤخرا. انا كنقول لك الوالد كان جالس في الخدمه، كان جالس واحد لابيريود، واحد المراحل اللي كانت، واحد لابيريود اللي انا كانت عندي فيها 7 سنين. كان عقل مزيان، خرجات كي كنقول حنا شمرت على كتافه و الاطاك شي طلقات منه ولا حناتنا وتفتكنا لنا، حافظات انها باش تخدم ديك العائله مجموعه. رينا مزيان و تيخدموا مزيان، محطوطين في دي بوست مزيانين، الحمد لله. الحمد لله. الوالد ديالي توفى في العام اللي درت فيه الكبرت، ما كتبش لانه يشوف. لا اله الا الله. الحمد لله على كل حال. بهذه المناسبه كنرحموا الاب ديالك، ونتمناو ان يكون يعني تنزل الرحمه في هذا النهار على الاب ديالك، وان شاء الله راه فرحان بك، راه فرحان بك. هذه الحمد لله اللي ما فيهاش شك. مجيد، امين يا رب. اشنو هي الحاجه الى رجعات بك الوقت وقدرتي انك تبدلها في المسار ديالك؟ ما عمرك اخي رشيد تقدر تكون، ما عمرك تقدر تختار الديستان ديالك، عسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم. ما عمرك تقدر تكون، واخا ترجع، انا بالنسبه لي واخا نرجع بيا كاع الحياه اللور، زعما ما كاين شي حاجه زعما اللي عندها لاطراس انني نبدلها. بالعكس، راضي على الحياه ديالي، راضي على الطفوله ديالي، راضي على هادشي اللي انا فيه. الحمد لله، الحمد لله والشكر لله على اي حال، كيف ما بغات تكون الامور. مجيد، كنشكرك بزاف بزاف، انا فتحتي لنا قلبك وتكلمنا على العديد من الامور، وما سخيتش صراحه، ما سخيتش الحديث ديالي معك. نتمنى لكل المتابعين يكونوا عجبهم هذا اللقاء، القلب مفتوح اللي نقدر نسمعوا لينا، وكنتمنى نكون زعما اذا قلت شي حاجه سمحوا لي، ونتمنى نكون خفيف الظل، نكون خفيف على قلوبكم. وانا راه كيف وعدت الاخ رشيد، راه دويت بقلب مفتوح بلا لغه خشب بلا حتى شي حاجه، وكنتمنى يكون هادشي كان خفيف عليكم، ونكونوا حنا ضيف خفيف ماشي ثقيل. تبارك الله عليك. اخر سؤال اللي كنت غادي ننساه، الجديد ديالك مجيد، واش ما غاديش نشوفوك من بعد ولا صافي سر المدفون وسالينا؟ باقي ما عرفناش شنو كاين اخويا بهذا مع هادشي ديال الكونفينمون، اللي الله يرفع بالها، الله يدوز الامور بخير وعلى خير. مي بالعكس، انا كنت خدام في سلسله فرنسيه وتحبسات. داروا عاوتاني سلسله فرنسيه؟ المغاربه مازال ما كاينش، مي تقدر تكون شي حاجه مع المغاربه. ان شاء الله ان شاء الله. ناقص حاجه غنتاكد لك انت الاول. الله يبارك فيك، شكرا لك بزاف مجيد على التواصل ديالك معنا، ونتمنوا لك الحظ الموفق في المسيره ديالك الفنيه. شكرا حبيبي، بارك الله فيك، وشكرا لكاع المتتبعين، وشكرا لموقع الدار، وشكرا اخويا على المهنيه ديالك، وشكرا على الاخلاق ديالك،
والله يوفقك انت يا ربي، وشكرا لكاع الناس اللي تابعونا وخداو الوقت وصبروا لينا وحنا كنهضروا. تبارك الله عليك، شكرا لك خويا مجيد، بارك الله فيك، شكرا.